السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشتركي قناة دكتور سوف فيوتشر؟ نعود وإياكم بتكملة إمراضية الإشيريشيا كولاي، pathogenesis of إشيريشيا كولاي، يعني إمراضية الإشيريشيا كولاي. pathogenesis من pathogen ممرض، pathogenesis إمراضية. إشيريشيا كولاي cause gastroenteritis. انظر pathogenesis امراض، يعني امراضية، امراض تولد الامراض، يعني تولد الامراض، يعني امراضية، امراض او امراضية. pathogenesis Escherichia coli cause gastroenteritis، التهاب المعدة والامعاء. وتم شرح كيفية قراءة المصطلح الطبي بسلسلة تعلم المصطلحات الطبية التي نزلتها في قناة دكتور سوف فيوتشر ايضا. وتعمل ايضا إشيريشيا كولاي يورينري تراكت انفكشن. هنا اود ان انبه عن شيء، نفس البكتيريا التي هي إشيريشيا كولاي نفسها تعمل جاسترونتيرايتس ونفسها تعمل يورينري تراكت انفكشن. بمعنى يعني عندما يدخل الشخص الى الى التواليت عفوا لكي يتغوط او يتدرر، فاذا تغوط او تدرر ويجب ان يغسل اولا، يعني نقول ان يغسل لا يغسل فتحة الشرج اولا ومن ثم يأتي الى ان يغسل الحليل، لا، وانما يبدأ بغسل من المقدمة اولا ومن ثم ينتقل الى أن يغسل الشرج. ولماذا؟ لأن إذا غسل الشرج فسوف يصبح بيديه إشيريشيا كولاي، يعني هي تأتي منين؟ من القولون، قلنا هي كوليفورمز من القولونيات، فتأتي من القولون وبعدها يده فيها إشيريشيا كولاي، ومن ثم يأتي ليغسل مثلا ذكره مثلا، فبالتالي إذا إن كان ذكر وإن كانت مرأة فسوف تغسل مثلا فرجها، وبالتالي سوف يدها فيها إشيريشيا كولاي، وبالتالي سوف تنتقل من يدها الى الحليل ومن ثم الى جهاز البولي، وبالتالي يعمل urinary tract infection UTI infection او UTI UT infection او UTI. فهذا نود ان ننبه عليه. فالصحيح ان تغسل ذكرك، تغسل فرجك ومن ثم تغسل دبرك المؤخرة، يعني فتحة الشرج، هذا الصحيح. تبدأ بالقبل ومن ثم تنتهي بالدبر، لا تبدأ بالدبر ومن ثم تنتهي بالقبل، وذلك لأنك سوف تنقل البكتيريا الموجودة في القولون التي خرجت مع الغائط إلى الإحليل ومن ثم إلى الجهاز البولي، وتتصاب بـ urinary tract infection أو UT infection أو UTI، سميها كيف ما تشاء. وتم شرح urinary tract infection في الحصص الماضية كيف تقرأ القراءة الصحيحة لها. فهناك الكثير يقول مثلا بنتي على طول صغيرة على طول تعاني من التهاب المجاري البولية، ويذهب إلى الطبيب ولا يدري ما هو السبب. السبب بأن هذه طفلتك هي تدخل وحدها إلى المرحاض، وبالتالي لا يوجد من يعلمها، وبالتالي ربما هي تغسل الدبر ومن ثم تنتقل إلى القبل، وبالتالي يصبح لديها دائما UT infection، يعني التهاب المجاري البولية. نيوناتال مننجيتس ايضا الإشيريشيا كولاي تعمل نيوناتال مننجيتس، يعني التهاب السحايا في الاطفال الحديثي الولاده. سيكندري نيمونيا نوزوكوميال انفكشنز تعمل التهاب الرئه، ولكن ليس الرئيسي وانما السيكندري الثانوي الذي هو قادم من نوزوكوميال انفكشنز، يعني من العدوى المكتسبه من المستشفيات. The most serotype pathogenic Escherichia coli associated diarrheal disease. Enteropathogenic Escherichia coli. Enterotoxigenic Escherichia coli. Enterohemorrhagic Escherichia coli. Enteroinvasive Escherichia coli.
انتيرو اجريجيتيف اشيريشيا كولاي، هذه كلها مهمة يجب أن تحفظوها. هذه إشيريشيا كولاي الممرضة التي متعلقة بالدياريا يعني الإسهال، هذه الخمس أنواع. التشخيص في المختبر: clinical pictures, age of patient, travel history of is important in diagnosis. Sample from feces، انظر يقول لك عينة من الخروج من الغائط. Infected tissue، انظر لماذا يأخذ عينة من الغائط، ليفحص الإشيريشيا كولاي، بمعنى الغائط في إشيريشيا كولاي، بمعنى أنك توصل القبل مثل ما قلنا ومن ثم الدبر، لا الدبر وبعدين القبل، وبالتالي سوف تنقل الإشيريشيا كولاي إلى الحليل وبالتالي إلى الجهاز البولي وبالتالي تصاب ب التهابات المجاري البولية. Infected tissue blood، تأخذ urine collected are using for visitation of UTI and cultured on media and differential media biochemical analysis and serotyping analysis. إذا العينات المأخوذة هي يا إما غائط، يا إما أنسجة ملوثة infected tissue، يا إما blood تأخذ عينة دم، يا إما يورين. لماذا يورين؟ سبق وقلنا أن الإشيريشيا كولاي تعمل urinary tract infection. التريتمنت rehydration with electrolyte rich antibiotics، يعني يقول لك إعادة تروية وذلك بأخذ المغذيات، أخذ المغذيات وبالتالي أيضا الإلكترولايت، إعادة توازن الإلكترولايت، وأيضا الأنتي بايوتكس المضادات الحيوية. Used in patients with chronic infections of their location trimethoprim sulfa ميثو غزازول. نأتي إلى الشيجيلا في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.